السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نهضروا على المباراة الودية والهزيمة الغير المتوقعة لمنتخب بلجيكا ضد المنتخب المصري، زائد غادي يكون رد قوي على الإشاعات اللي خرجت على عبد الرزاق حمد الله أنه كدار عليه نقابة وما إلى ذلك. بل أكثر من هذا، الرد أيضا غادي يكون بالفيديو لحمد الله بنفسه، إضافة إلى مفاجأة المفرحة على أمين حارث ورسالة اللي وجهها بالفيديو. أكيد لا محالة غادي نشوفوه سويا، وكالعادة كل شيء غادي يكون بالمختصر المفيد. لذلك ندخلوا مباشرة في الموضوع، والبدايه غادي تكون مع مباراه بلجيكا ومصر. فاليوم بكل امانه الاداء كان كارثي من زملاء ايدن عزار، لهذا الاخير فقد الكثير من مؤهلاته وكان بدون اي فائده تذكر، بحيث اللعب ديالو كان سلبي وما كانش كيقدم الاضافه بتاتا لا على مستوى الهجوم او في الواجبات الدفاعيه. المهم، رغم ان بلجيكا كانت مستحوذه ومسيطره على وسط الميدان، الا ان المنتخب المصري كان هو الاخطر واللي كان كيعتمد على الهجمات المرتده، مستغلا سرعه الثنائي محمد صلاح وتريزيغي واللي فعلا هما اللي جا منهم الهدف الثاني. بعدما محمد صلاح لعب الكرة في ظهر المدافعين وبسرعة تريزيغي قدر يسجل هدف، واللي كان واضح في منتخب بلجيكا انهم عندهم خلل كبير جدا في الخط الخلفي، خصوصا كيعانيو من التمريرات اللي كتكون في العمق، وهذه المسألة اكيد خاصنا نستغلوها مزيان. ايضا من عيوب منتخب بلجيكا في هذه المباراة، كانوا غير قادرين على خلق الفرص بسبب التنظيم والانتشار الجيد للاعبي الفراعنة. فقط عندك الجهة اليسرى اللي فيها اللاعب كاراسكو هي اللي كانت اكثر نشاطا، واللي جا منها هدف التعادل بعدما عطى الاسيست لزميله لويس اوبيدا. وطبعا راكم عارفين كاراسكو لاعب اتلتيكو مدريد، كيمتاز بالسرعه والتوغل، واللعب ديالو في الغالب كيكون ايجابي على المرمى. ورغم هزيمه بلجيكا اليوم امام مصر بهدف لهدف والاداء الغير مقنع وما الى ذلك، الا انها في الاخير كتبقى مباراه وديه فقط. ولكن في المقابل، وهذه وجهه نظري الشخصيه، بلجيكا وكرواتيا ماشي دوك البعبع اللي كيما كيصور لنا الاعلام، بما ان احنا كمنتخب مغربي عندنا حظوظ كبيره باش نتغلبوا عليهم بشرط الايمان بالامكانيات ديالنا واحترام الخصم في حدود المعقول طبعا، وغادي يكون غير خير في المستقبل، وكلنا ثقه في اسود الاطلس. اما انا عبد الرزاق حمد الله، وكما قلت لكم غير في الصباح فقط، ان ديك الهضره اللي دايره عليه ديال النقابه راه ما منا والو، خاص غير بعض الانسجام ليس الا. وفعلا كلامي كان صحيح، لان عبد الرزاق حمد الله خرج بتصريح واكد ذلك بطريقه غير مباشره، بحيث قال لك بالحرف: لاول مره ارى مثل هذه الاجواء داخل المنتخب، جميع اللاعبين بمثابه اخوه، نحن والطاقم التقني متقاربون فيما بيننا، واتمنى هذه الموده والمحبه ان تعطي اكله في المباراه المقبله ان شاء الله. وبين قوسين قبل ما نديروا التحليل ونعطيكم ايضا بعض المعلومات علاش ما نفذش ضربه جزاء وما شابه ذلك، شوفوا غير الطريقه كيفاش كان كيهضر بها عبد الرزاق وانتم حكموا. ونكون صريح معك، انا هذه اول مره كنشوف الاجواء بهذه الجماليه وبهذا، يعني جميع اللاعبين اخوان، وحنا كنا قراب من بعضياتنا، للاعبين للطاقم التقني لجميع الناس يعني اللي موجوده الحين، فحنا كنعتبروا انفسنا قراب بزاف، ونتمنوا ان هذه الموده وهذه المحبه ان شاء الله تعطي الاكل ديالها ان شاء الله في المباريات المقبله ان شاء الله. الحمد لله، يعني اذا شكرت الجمهور المغربي قبل واشكره مره اخرى، وان شاء الله يعني يوم بعد يوم ومباراه بعد مباراه ان شاء الله الحمد لله راح يقول الكلمه ديالو ان شاء الله يفرح الجماهير المغربيه. شكرا، الله يحفظ. يعني كما سمعتوا هو بنفسه كيقول لكم جميع اللاعبين بمثابه اخوه، وهناك حب ومحبه واحترام وما الى ذلك. وايضا قال كلمه مهمه جدا، ان هذا الجو العائلي اللي كاين بين المجموعه كيتمنى يعطي الاكل ديالو في المباريات القادمه، وطبعا هنا كيقصد كاس العالم. اذا باختصار هو عطانا تصريح ايجابي ومتفائل، اذا علاش البعض باغي يجبد الفتنه والمونديال ما بقى لي والو؟ واصلا لو كان فعلا عبد الرزاق غير مرغوب فيه في المنتخب، ما كناش غادي نشوفوا سفيان بوفال كيعطيه رقم 9، زائد السؤال اللي كيتكرر دائما علاش ما نفذش ضربه الجزاء. فببساطه منذ 3 ايام تقريبا، وليد ركراكي اختاروا باع سفيان بوفال، حكيم زياش، اشرف حكيمي، وعبد الرزاق حمد الله كمسددين للكرات الثابته. بل اكثر من هذا، الناخب الوطني وليد ركراكي اجتمع بهم بعد احدى الحصص التدريبيه، واكد لهم مرارا وتكرارا ضروره احترام التراتبيه، يعني داك الشيء ماشي عشوائي. واي ضربه جزاء المنفذ الاول ديالها هو سفيان بوفال، واخا يكون حكيم زياش او حمد الله او اي لاعب اخر، بمعنى كاين اتفاق مسبق على ذلك. وفقط البلان اللي وقع عليه البعض، وهو بقاو مركزين بزاف على عبد الرزاق بما ان اول مباراه ليه بعد 3 سنوات، زائد المشكل اللي كان عنده في المعسكر اللي غادروا انذاك بقى مرسوخ في اللاوعي عند البعض، لذلك جاب لهم الله انه ما كيباصيوش معاه. فمثلا ديك الوضعيات اللي كان فيها حمد الله كون كان فيها نصيري او شديره، ما كناش غادي نسمعوا هذه القضيه ديال النقابه بتاتا. المهم، حنا كمغاربه حاليا خاصنا نكونوا وراء اسود الاطلس ونحاولوا نتكلموا في الامور الايجابيه اكثر، واكيد حنا مع النقد ولكن يكون منطقي وبناء. ومن عبد الرزاق حمد الله انتقل مباشره الى امين حارث، واللي كيسول دائما الجديد عليه، فراه دار العمليه ونجحت الحمد لله، والتفاصيل غادي تسمعوها منه شخصيا. فوالا سي امين حارث، جيسبر كو فوزالي بيان. فوالا دا ميساج
كاع المغاربه وكاع لي بيرسون اون جينيرال. بغيت نقول لكم غير شكرا بزاف على لو سوتيان لي جاني هاد لي ديرني جوغ. الحمد لله عطيتوني واحد لا فورس اللي كانت نيسيسير بور موا. وراه شكرا 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 كاع المغاربه والجميع لي بيرسون لي سيفطوا لي دي ميساج اللي دعوا معايا. وراه كنقول لكم بان راه العمليه الحمد لله سا سي بيان باسي. عندي ان لون شومان دابا قدامي ان شاء الله باش نعاود نرجع لي تيغان، ولكن غادي نخدم ان شاء الله باش نرجع للمستوى اللي كنت فيه قبل من هاد لا بليسيور ان شاء الله. يلا الله يعاون وميرسي بوكو.